فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. من خلال ركلة الجزاء سفيان، سفيان هو بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة ويتقدم لأسود الأطلس صاحب الفعل هنا في هذه البطولة. وأول أهدافها بوفال من علامة الجزاء، يضع كرة في المرمى ويعلن عن تقدم المنتخب. ركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا 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 لا. عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح، يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة، يصل إلى المرمى يسجل التعديل. وصلت رأسية في المرة الأولى وفي المرة الثانية في هذا اللقاء ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية هي ليلة يظهر فيها الأبطال. محمد صلاح يمرر إلى تريزيجيه وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى ليتقدم المنتخب المصري. الآن مصر تقلب الطاولة على المغرب وتسجل الثاني عن طريق تريزيجيه وبأقدام صلاح. تريزيجيه يسجل بأقدام صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كابتن زيزو. تصريحات محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم: ما قدمه منتخب مصر يدعو للفخر والفرحة، وكل مرحلة أصعب من اللي جاية، المهم الاستمرار في الفوز. واختتم بركات: منتخب مصر لا يخشى أحد، لأنه يوجد إدارة وتسير بشكل صحيح، نحن طامعين ولن نقبل بأقل من البطولة. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.